اهلا بكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. محمد شوقي واحد من اللعيبه طبعا الكبار في الكره المصريه، وعصرت لعيبه كتيره جدا في النادي الاهلي، منهم حسام عاشور، منهم شريف اكرامي، منهم احمد فتحي، كل دول مشوا من النادي الاهلي السنه دي. عايز تقول ايه؟ لا والله بعد ما عصرت ولعبت بتشوف مشيان اللعيبه دي، لان انت بتقول كلمه كده رميتها في الاول، قلت ان لحد دلوقتي ممكن كنت العب في النادي الاهلي. يعني ايه اللي دخل اللعب في ان هم يمشوا؟ بص تاني هقول لك يا مهيب، ولا انا ولا انت نقدر نحكم على اي حد مشي. تمام، في لعيبه منهم النادي الاهلي يعني ما خلاص، يعني بالنسبه له خلاص اللعيبه دي بالنسبه له خلاص اخر سنه. في لعيبه تانية بالنسبه لها هي نفسها خدت القرار اللي هي شايفه من وجهه نظرها الشخصيه ان هو ده الاصلح ليها. في قرارات خدها الاهلي وفي قرارات خدتها اللعيبه، هو ده اللي قصدي عليه. ولكن من وجهه نظرنا من بره كل واحد هيقول وهو مش جوه الموضوع. زي ما بقول لك على موضوعي، انت قلت على حاجه وانت مش جوه موضوعي، ولكن افهمك حاجه كتير جدا اللي هتقولي ده انت عندك حق. تمام، صح ولا مش صح؟ تمام، ولكن اتمنى كل لعيب خد قرار ما يرجعش يندم عليه. انت شايف ان في ناس ممكن تندم؟ لا مش شايف حد خالص. انا مش شايف، كلهم خدوا قراراتهم اللي من وجهه نظرهم وبعده، وبعد ما عملوا استخاره وبعد ما سالوا وبعد ما عملوا كل حاجه، اكيد كل اللعيبه عملت كل ده. كل اللعيبه عملت كل ده. تمام، ما يجيش في بينه وبين نفسه حد يقول يا ريتني كنت. زي ما بقولي انا دلوقتي، يا ريتني ما كنتش عملت المشكله. او مشيت. ممكن اعمل مشكله بس ما امشيش. تاني برضه. فاهمني؟ طب ناخدهم واحد واحد. احمد فتحي مثلا خروجه من النادي الاهلي مثلا يعني لمحمد شوقي؟ لا، هو فتحي لعيب من اللعيبه اللي انت عارف يعني، وعاصرت اي لعيب في الجيل ده هتلاقيني بقول شعر فيه طبعا، لان انت شفت وعاصرت الجيل ده. مهيب، انا بالنسبه لي فتحي من اللعيبه الرجاله، اللعيبه اللي كانت مهمه جدا في النادي الاهلي. مش هقدر اتكلم على قراراته، ولكن انا فتحي بالنسبه لي لو قعدت وقت طويل جدا انا اتكلم عليه كشخصيه وكلعيب هنقعد كتير جدا، ولكن اتمنى تاني هقول لك ان هو يكون خد القرار الصح ليه ولاسرته ولمستقبله ولحياته بعد كده. شريف اكرامي؟ شريف اظن كان وضعه مختلف، لان تقريبا اللي انا فهمته واللي عرفته ان هو كان الاهلي خلاص بالنسبه له، او النادي الاهلي كان خلاص يعني مش هيكمل مع النادي الاهلي. قرار ظروفه مختلفه شويه. عاشور نفس الموضوع، لانه برده خلاص كان خلص، والنادي الاهلي برده كان بالنسبه له الموضوع انتهى. يروحوا حته ثانيه دي بتاعتهم بقى. رمضان؟ هقولها تاني، قلتها قبل كده. انا رمضان بالنسبه لي يعني حتى لو كان سالني كنت هقولها تاني. يعني هي دي تاني مره هقولها. لسه صغير. هقول له انت لسه صغير. بس يعني ايه لسه صغير؟ يعني هقول له كده لسه صغير، وتحتيها كلام كتير جدا بالنسبه له هو. انا مش هقدر اقول له كلام كتير تاني. بص يا مهيب، يعني هقول لك انا رمضان مش عارف قيمه النادي الاهلي؟ لا، هو عارف طبعا. يعني